خلينا بقى نقول لكم فقراتنا النهارده. هنبداها معاكم بفقره اقتصاديه مختلفه عن البورصه، وازاي الناس ممكن تقدم وتعمل مشاريع، ازاي ممكن تستفاد وتنفذ مشروعك الشخصي وتستثمر كمان ويكون ليك دخل كويس. كل ده هنعرفه من الدكتور محمد الشعراوي، استاذ اقتصاديات اسواق المال. اما فقرتنا الثانيه هنتكلم فيها عن الثانويه العامه. خلاص بقى ايام على الامتحانات، والحقيقه الفتره دي بتكون صعبه جدا على الطلاب والاهالي كمان. هنعرف النهارده من دكتور ايمان الرئيس، وهي مستشار تربوي وتعليمي واخصائي نفسي وصعوبات تعلم، هنعرف منها ازاي نوفر لهم في البيت بيئه مناسبه ما فيهاش توتر ولا قلق. فقره مهمه جدا لكل الاهالي والطلاب، استنوها. بس زي ما عودناكم على طول بنروح نشوف الترندز اللي المصريين كانوا بيدوروا عليها اليومين اللي فاتوا على السوشيال ميديا، ونرجع لكم مره ثانيه. هنبتدي اخبارنا معاكم من دراسه بتقول ان الاطعمه المقليه سبب ارتفاع خطر الاصابه بالقلق بنسبه 12% وخطر الاصابه بالاكتئاب بنسبه 7% مقارنه بالاشخاص اللي مش بيتناولوا اي اطعمه مقليه. طبعا البطاطس بنتكلم انها تقريبا وجبه مفضله عند اغلبيه الناس، يعني تقريبا كده كل الناس عندها اكتئاب وقلق بسبب الاكل المقلي او البطاطس. دي تفاصيل احنا محتاجين نعرف عنها معلومات اكتر، هنعرفها من دكتور هايدي ابراهيم، اخصائي التغذيه والنحافه. صباح الورد عليك يا دكتور. صباح الفل. ده خبر حزين مبدئيا وغريب. يعني احنا عارفين ان الجانك فود والاطعمه المقليه طبعا مضره ومش مفيده لينا والكلام ده كله، بس سبب في القلق والتوتر والاكتئاب دي جديده بقى، دي ما نعرفهاش. فقول لنا بقى ليه الاطعمه دي سبب في الاكتئاب والقلق؟ طبعا هي بنسبه كبيره بتسبب ارق واكتئاب. ليه؟ عشان هي بتحتوي على نسبه كبيره من الدهون. أوكي. وده بيعمل اضطراب في الجهاز الهضمي، خصوصا بقى عند مرضى القولون. ده بقى كمان خدي بالك هو مش بيسبب ارق واكتئاب بس، وكمان بيسبب خمول وصداع في الصحيان الصبح. اوكي. ويعمل لي اكتئاب عشان هي بيبقى نسبه السعرات الحراريه اللي داخله الجسم عاليه جدا. اوكي. فده بيخليني ازيد في الوزن.
اوكي، يعني احنا ظالمين الناس معانا، هم مش سبب في اكتئابنا، البطاطس المقليه هي سبب اكتئابنا وقلقنا، الموضوع كله ليه علاقه بالدهون والكالوريز الكتيره. طب احنا عايزين نعرف خطوره المقليات دي على الصحه. في ناس كتيره بتاكل معظم اكلها اكل مقلي، الاطفال بالذات طول الوقت بياكلوا ناجتس، بياكلوا فرايز، بياكلوا الحاجات اللي هي مقليه، والامهات بتستسهل وبتقول لك اصل الولاد ما بيحبوش ياكلوا خضار، ما بيحبوش الكلام ده، فبياكلوا مقلي كتير. ده خطورته ايه؟ بصي والله انا بعتبرها تعود. انا لو عودت الطفل من صغره ان انا اكله اكل مقلي، فيطلع اما يكبر عايز ياكل اكل مقلي. أوكي. بس طبعا بيسبب خطوره ان هو بيعرض الجسم، بيزوده الاصابه بالسمنه المفرطه، وطبعا بيزود ارتفاع ضغط الدم، وبيزود نسبه الكوليسترول في الدم، وبيضعف المناعه كمان، فبيخليني اكتر عرضه للاصابه بالامراض. طب احنا دلوقتي بنقول ان المقليات بتسبب اكتئاب وبتسبب قلق، ايه الاطعمه اللي بتسبب عكس ده، اللي بتخلي الواحد نفسيته أحسن، بتديله باور بشكل كويس، بتخلي عنده بوزيتيف انرجي؟ هل في أطعمة بتعمل كده؟ يعني بيقولك الشوكولا مثلا أو الشوكولت بتساعد على تحسين المود، وفي هرمونز معينة بتزيد والكلام ده كله، هل إحنا عندنا أطعمة غير الشوكولا بتعمل كده؟ بصي أنا هقولك حاجة، أنا مش ما فيش مانع إن أنا أكل شوكولات مثلا كل يوم أو يوم ويوم، بس ما ينفعش الإفراط، يعني الإفراط من أكل الشيء لا، هو أكيد هيضرني. أوكي. انا المفروض ان انا اركز على الاطعمه الصحيه اكتر. لازم اعود الطفل من صغره انه ياكل الخضار، ياكل البروتين، هحط له البطاطس بس بشكل صحي. يعني دلوقتي بقى في الاير فراير، بقى ممكن ان انا اعملها مش بسيط، وممكن اسلقها ممكن اسلقها 5 دقائق مثلا. طب رايك ايه يا دكتور في الناس اللي بتعمل زلابيه في الاير فراير وبتعمل صوابع زينب في الاير فراير؟ لا بس الناس بتعمل كده، يعني المصريين احنا ما فيش حاجه توقفنا، يعني عايزه اير فراير، عايزه زلابيه اعملها لك في الاير فراير عندي. هم بيعملوا حاجات كتير قوي. طب وده اوكي؟ ده مش اوكي طبعا. اوكي، يعني حتى لو معموله في الاير فراير احنا برضو ده ولا صحي ولا حاجه، فيها برضو دقيق وفي الاخر بيبقى عليها عسل، فالكلام ده كله مش صحي. انما بطاطس، بطاطا، حاجات كده خفيفه اوكي. اوكي، مفيش منها مانع طبعا. اوكي، ايه تاني الاطعمه اللي ممكن نزودها في اكلنا اليومي؟ بصي لازم يبقى الاساسي عندي ان انا احط البروتين، ولازم احط طبعا نسبه من النشويات، يعني مثلا لو اكلت رز، اكلت مكرونه، اكلت عيش، ما احطش بطاطس بقى جنبهم. يا ده يا ده. لازم يبقى في طبق سلطه، ولازم ابدا بيه الاكل. تمام، طبق سلطه ده لازم يبقى فيه حاجات خضراء كتير، خيار، خس، لازم اقلل شويه من الطماطم، اقلل شويه من الفلفل الالوان. يعني اقلل من الطماطم؟ ليه اقلل؟ عالية. اوكي، نقلل من الطماطم عشان املاحها عاليه، حتى لو في سلطه او حاجه، دي برضو من الحاجات اللي كانت غافله عني. اوكي بالظبط، لازم نحط مثلا طبق خضار سوتيه. لازم واحط الاكل بشكل لطيف، بحيث ان اللي قاعد قدامي هو عينه لو شافت الاكل حلو هو هيحبها. عناصر كامله متكامله يعني. بالضبط. طيب اخر بقى سؤال لحضرتك، ايه الاكل او الحاجات اللي احنا بتدينا كولاجين لبشرتنا، بتحسن ضوافرنا، شعرنا؟ ده سؤال مهم جدا ليا ولكل السيدات اللي بتسمعنا. ايه الحاجات اللي لازم ناكلها كل يوم؟ يعني حد يقول لك الفراوله مثلا كل يوم صبح بتخلي بتزود الكولاجين وبتخلي البشره احسن، ايه انواع الفاكهه والخضار اللي نقدر ناكلها كل يوم تخلي بشرتنا احسن، شكل وشنا احسن، ضوافرنا احسن، شعرنا احسن؟ بصي طبعا البدعه كتير ان كلي ده، كلي فراوله كل يوم، كلي ما، لا 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 ده مش صح. بس انا لازم اشرب ميه كتير خلال اليوم. مفيش حاجه معينه هو ده اللي بيزود الكولاجين في الجسم او لا 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 مش أوكي. حاجه معينه بس أوكي. انا لازم اشرب ميه كتير. لازم على الاقل من 3 ل 5 لتر ميه. لازم ان انا اكل فاكهه. الفاكهه بتحسن جدا جدا من الكولاجين، بتحسن من النضاره وشكل. طب ما الفراوله فاكهه يا دكتور، يبقى بتحسن. بس ما اكلش فراوله بس. اوكي اوكي، اجي احسن البشره يجي لي حساسيه فيعني. بالظبط. اوكي، فالفاكهه عامه. بالظبط، الفاكهه والميه دي اهم حاجه. اوكي، بنشكرك شكرا جزيلا دكتور هايدي ابراهيم، اخصائي التغذيه والنحافه. طيب يا جماعه، معلومه الفراوله بتاعت الكولاجين دي عشان كانت منتشره قوي، واضح انها معلومه مغلوطه والله اعلم. بس بشكل عام الميه طبعا، شرب الميه الكتير واكل الفواكه والخضروات، ويليهم على طول الفيلر والبوتكس، وما تحزنوش نفسكم خالص. هنروح نشوف درجات الحراره ونرجع لكم مره ثانيه.
صباح الورد عليكم مرة تانية. وإحنا في بداية الأسبوع، يا ترى هل فعلا في موجة هواء وأتربة هتضرب عدد من المحافظات زي ما بيقال، واحتمالية إن هيكون في أمطار كمان؟ تفاصيل حالة الجو الأسبوع ده خلونا نعرفها من دكتور منار غانم، عضو مركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. صباح الورد عليك يا دكتور. صباح الورد على حضرتك استاذه سلمى. صباح الفل على كل الساده المشاهدين، اهلا بيك. فاكراني يا دكتور لما كنت بقول لك امتى بقى الصيف هيجي؟ ايوه اسبوعين. أيوة. امتى بقى الشتاء هيجي؟ لا خلاص انا رجعت في كلامي. احنا لسه كمان حر. ما بدأناش فصل الصيف، احنا في فصل الربيع اصلا، لسه قدامنا البدايه الرسميه لفصل الصيف ان شاء الله هتكون 21 يونيو، يعني تقريبا بعد اقل من شهر هتبدا فصل الصيف. لكن احنا في الربيع دايما في النص الثاني بتبدا ياخد بعض سمات فصل الصيف، يعني بيكون في ارتفاع في الحراره طبعا تقلبات الربيع اللي احنا متعودين عليها. ويمكن يعني احنا دلوقتي في الربيع ده، الربيع ده فصل الربيع. ما اتفقناش على كده يا دكتور. احنا دايما بنسجل اعلى درجه حراره على مدار العام كله في الربيع، لكن ما بنحسش بيها عشان نسب الرطوبه بتكون منخفضه، لكن في فصل الصيف نسب الرطوبه بتتفاعل هتعلى بقى بالظبط، فبتخلينا نحس اكتر بارتفاع درجات الحراره. اليوم هيكون ذروه ارتفاع درجات الحراره على مدار الايام الماضيه وكمان الايام المقبله، لان اليوم هيكون العظمى على القاهره الكبرى 36 درجه مئويه خلال فتره النهار، بارتفاع درجتين لثلاثه عن اللي احنا سجلناها بالامس على القاهره الكبرى. فبالتالي اليوم الاجواء هتكون شديده في الحراره في اغلب المحافظات اللي موجوده في القاهره الكبرى او الوجه البحري، شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، اجواء حاره على السواحل الشمالية للبلاد، المحافظات المطلة على البحر المتوسط. خلال فترات الليل هتظل الأجواء معتدلة وفي تحسن في درجات الحرارة طبعا خلال فترات الليل الصغرى ما بين 22 ل 23 درجة مئوية، فبالتالي أجواء فترة الليل لطيفة جدا ومعتدلة. كمان اليوم هيكون طبعا في نشاط للرياح سرعته ما بين 30 الى 40 كيلومتر على الساعه. أوكي. فبالتالي نشاط الرياح ده موجود في اغلب مناطق الجمهوريه، لكن هيكون مثير لبعض الرمال والاتربه اليوم على الاماكن المكشوفه والمفتوحه في القاهره الكبرى ومحافظات الوجه البحري، مدن القناه، سيناء، شمال محافظه البحر الاحمر، سواحلنا الشماليه الشرقيه. كمان اليوم هيكون في امطار، ويمكن هي بدات معانا خلال الايام الماضيه ومكمله معانا. الامطار دي هتكون من القاهره برضو ولا الحتت الساحليه؟ اليوم الامطار مش هتكون على القاهره، الامطار اليوم هتكون على سواحلنا الشماليه الغربيه ومحافظات شمال الوجه البحري، امطار خفيفه قد تكون متوسطه، خفيفه الى متوسطه ورعديه على وسط وجنوب الصعيد، ويمكن هي بدات بالفعل الان على محافظات الصعيد، كمان بعض المناطق من سلاسل جبال البحر الاحمر وجنوب سيناء، لكن متوقع غدا ان هي تتقدم لبعض المناطق الداخليه، يعني احنا متوقعين غدا ان هي تبقى في اغلب محافظات الجمهوريه، لكن شده الامطار هتختلف من منطقه للثانيه، لكن ناكد ان لو في امطار في المناطق الداخليه ان شاء الله مش هتاثر تماما على اي اعمال انشطه يوميه. درجات الحراره غدا هتنخفض عن اليوم، هتكون اقل درجات حراره من اليوم، لكن هيظل باحساسنا بيها هو احساس حار، لان احنا خلاص استماد فصل الصيف بدات. طب احنا 36 دلوقتي يا دكتور، وحضرتك بتقولي احنا في الربيع، فهل احنا الفترات اللي جايه بقى هنرتفع عن 40 درجه وكده، ولا يعني الصيف ده هيبقى حر فعلا بشكل كبير ولا ايه؟ هو طبعا ما فيش ربط بين الفصول وبعضها، يعني مش معنى ان الربيع في ارتفاع كبير في الحراره ان فصل الصيف هيكون اكثر حراره، لا خالص. كمان احنا في فصل الربيع خلينا ناكد ان احنا بنسجل درجات حراره دايما معتدين اعلى من فصل الصيف، زي ما حضرتك قلتي. الى الان لم نسجل درجات حراره مرتفعه في فصل الربيع بالشكل الكبير، يعني احنا ما سجلناش درجات حراره تجاوزت ال 40 درجه مئويه حتى الان. صحيح. في فصل الربيع، فيعتبر لسه درجات الحراره في الربيع يعني اكثر اعتدالا من السنوات الماضيه، فان شاء الله الحمد لله هيكون في درجات حراره حول المعدلات زي ما بنقول دايما، ونسب رطوبه هي اللي دايما احنا بنخاف منها في فصل الصيف، لان هي دي اللي بتعلي احساسنا دايما. بالظبط بالظبط. طب احنا موجه الاتربه دي هتنتهي امتى؟ عشان احنا بقالنا شويه حلوين في موضوع التراب والعواصف ده، فهينتهي تماما امتى؟ هينتهي تماما امتى؟ مع انتهاء فصل الربيع طبعا، يعني تقريبا مع 20 يونيو الاتربه والرمال المثاره فرصه حدوثها بتقل، لكن على الاقل الاسبوع ده ان شاء الله الاتربه والرمال المثاره هتكون موجوده معانا. اليوم باقي ايام الاسبوع ان شاء الله مش هيكون فيها اي اتربه ورمال مثاره. اشكرك شكرا جزيلا دكتور منار غانم، عضو المركز الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه. خلونا بقى نروح لفاصل قصير ونرجع لكم مره ثانيه.
ورجعنا لكم مرة تانية. معانا بقى خبر جميل جدا الحقيقة، وهو عن فيلم اسمه عيسى. الفيلم ده حصد جايزة مهمة جدا، وهي جايزة رايل الذهبية لأفضل فيلم قصير في مسابقة أسبوع النقاد بمهرجان كان، وده بعد تصويت لجنة تحكيم خاصة مكونة من 100 عضو وناقد سينمائي. الفيلم اللي من إخراج مراد مصطفى وتمثيل كيني مارسلينو وكنزي محمد، واللي بيتكلم عن قصة مهاجر إفريقي في مصر عمره 17 سنة بيحاول إنه يسابق الوقت بعد حادث عنيف لإنقاذ أحبائه مهما كلفه الأمر. تفاصيل أكتر هنعرفها من الكاتبة الصحفية هبة محمد على التليفون دلوقتي. صباح الورد عليك يا أستاذة هبة. صباح الفل يا سلمى. صباح الورد عليك. كلمينا عن مشاركة الفيلم ده في المهرجان. في البداية خليني أقول لك إني سعيدة جدا بفوز المخرج مراد مصطفى وفيلمه عيسى أو أعدك بالفردوس، لأن الفيلم ليه اسمين، فوزه بجائزة أفضل فيلم قصير اللي بتمنحها مسابقة رايل الذهبية في أسبوع النقاد. طبعا زي ما هو معلوم للجميع إن أسبوع النقاد ده دي تظاهرة موازية لجوائز كان الرئيسية، وزي ما حضرتك قلت من شوية بتعبر عن وجهة نظر حوالي 100 ناقد فرنسي بيقرروا يختاروا الأفلام دي. ان شاء الله الفيلم طبعا انا لسه ما شفتوش، لان ان شاء الله هنشوفه قريب جدا في مسابقه الافلام القصيره في الدوره القادمه من 45. الدوره ال 45 ان شاء الله هيكون موجود بالظبط كده. صحيح. وطبعا دي مش المشاركه المصريه الوحيده في المهرجان السنه دي، لان في فيلم تاني بيشارك اسمه ترعى لمخرج شاب اخر اسمه جاد شاهين، برضه بيشارك في مسابقه مشروعات الطلبه. لكن خليني عشان قبل ما اتكلم بالتفصيل عن المشاركه المصريه السنه دي لازم القي الضوء على شويه على المشاركه العربيه اللي موجوده في مهرجان كان السنه دي، لان المشاركه العربيه تبين لك قد ايه مدى اهميه المشاركه المصريه بالفيلمين دول. صحيح. يعني انا طبعا اعتقد معظم الدول العربيه ممثله السنه دي في مهرجان كان، يمكن في المسابقه الرسميه لمهرجان كان عندنا فيلم اسمه بنات ألفة وهو فيلم تونسي بتلعب بطوله هند صبري، عندي فيلم سوداني مهم جدا اسمه وداعا جوليا هو اول فيلم سوداني بيعرض في مهرجان كان، والفيلم ده مش عايزه اقول لك حصل عليه احتفاء شديد جدا، هو طبعا معروض في مسابقه نظره ما واتمنى له جايزه يعني النهارده في الختام. عندي فيلمين أردنيين من الأردن، عندي فيلم جزائري، عندي 4 أفلام من المغرب. فالفيلمين المصريين دول اللي تم عرضهم في كان، وطبعا فيلم عيسى اللي خد جائزة أسبوع النقاد امبارح، يعني نقدر نقول إنهم حفظوا ماء وجه السينما المصرية في كان، لأن لولاهم ما كانش هيبقى فيه أي مشاركة مصرية. ويمكن أنا بحيل المشاهدين لمقال رائع جدا كتبه الأستاذ طارق الشناوي في مجلة روزا اليوسف الأسبوع ده، عنوانه كان أيقظنا على مأساة السينما المصرية. حقيقي إحنا السينما المصرية يعني في مأساة كبيرة جدا، لأنه للأسف لما بتيجي المهرجانات العالمية أو حتى والله المحلية إحنا بنبحث عن فيلم مصري عشان يتم عرضه في ويقدر ينافس في مسابقات المهرجان. هنتكلم مهرجان كان ده من أهم المهرجانات اللي بتقام يعني خلال كل السنوات الماضية، فعايزين نتكلم عن أهمية المشاركة المصرية. خليني أقول لك كمان أن الدورة اللي فاتت من مهرجان القاهرة السينمائي كان فيها أفلام قصيرة جدا كتير جدا، أفلام قصيرة شاركت كتير. ليه السنة دي ما عندناش غير فيلم واحد بس اللي مشارك؟ لا يعني مهرجان كان احنا المشاركه بتبقى عزيزه جدا يعني. وخلي بالك احنا اخر جايزه كسبناها في مهرجان كانت برضو فيلم قصير. صحيح. اسمه 16. لا بعدها كسب ريش طبعا، لكن 16 كسب جايزه ذهبيه في مسابقه الفيلم القصير اللي هي الساعه الذهبيه في القصير لسامح علاء. طبعا فيلم ريش بعد كده خد اسبوع النقاد، وفي تاريخنا طبعا يعني طبعا يوسف شاهين هو اول من حصل على السعفة الذهبية سنة 97 على مجمل اعماله. اذا احنا عندنا طول على مدار تاريخ السينما المصرية كان في مشاركة مشرفة جدا للسينما المصرية، كان في منافسة في المهرجانات العالمية. هو المحزن انه يعني هو امر محزن وامر مفرح، المحزن انه مفيش افلام ثقيلة رغم الانتاجات الضخمة سنويا. تفتكري يا استاذة هبة بما انك مختصة في الملف الفني ومتخصصة في الامر ده، تفتكري الفكرة هنا ليه؟ هل الافلام القصيرة ما بتنالش مثلا او ما بتنالش الاهتمام المطلوب بيه في السوق مثلا بتاع الافلام والكلام ده، فالناس ما بقتش بتهتم بيها زي الافلام التانيه؟ زي ما احنا بنقول في افلام بتبقى انتاجها يعني الى حد ما قصه كلها تعود للفلوس والربح والكلام ده كله، فالناس ما بقتش مهتمه بالفيلم القصير قوي زي زمان.
والله بالنسبه للفيلم القصير، انا في المهرجانات عايز اقول لك ان اكتر افلام بتتشاف التيكت بتاعها سولد اوت من اول يوم هي الافلام في القصيره. المهرجانات بس، في المهرجان ما انا بقول لك القاهره السينمائي الدوره اللي فاتت كان في عدد كبير من الافلام القصيره وفي عدد كبير من النجوم الشابه الجداد، يعني كان في عدد وفير من الافلام القصيره. فهل احنا الفترات اللي جايه دي الناس اهتمت اكتر بالسينما والافلام الانتاجيه اللي هي بقول لك بتدخل لنا ربح اكتر من الافلام القصيره اللي هي افلام طبعا المهرجانات؟ هو الفكره انه ما فيش دور عرض سينمائي بتفتح ابوابها للافلام القصيره. انا في رايي لو فتح المجال تجاريا امام صحيح. الافلام القصيره اعتقد هنشوف اقبال اكتر كمان على انتاج الافلام القصيره. هي بتاخد حقها في المهرجانات بس ما بتاخدش حقها على المستوى الجماهيري طبعا. وانا لحد ما بالمناسبه انا في مهرجان كان مش بس طبعا احنا الحمد لله فزنا في الافلام القصيره، لكن انا نفسي مشاركه تبقى في المسابقات الرسميه، تبقى افلام طويله، يعني احنا محتاجين نشارك في كافه المسابقات مهرجان كان وغيره من المهرجان. وانا بضم صوتي لصوتك. صحيح. بشكرك شكرا جزيلا الكاتبه الصحفيه استاذه هبه محمد علي المتخصصه في ملف الفن. طيب نروح بقى لتقرير جميل عن معمل الترميم التابع لإدارة متحف المخطوطات بمكتبة الإسكندرية. معانا تقرير حلو جدا يخص هذا الموضوع، خلونا نروح نشوفه نرجع لكم مرة تانية. هنا مجموعه من الكيميائيين والميكروبيولوجيين يبداوا يعملوا عمليات الانفستيجيشن الكامله على المخطوط او الكتاب النادر، فيقدروا يتعرفوا على انواع الفطريات المهاجمه او البكتيريا المهاجمه للفطر او للكتاب. بعد كده بتبدا عمليه انفستيجيشن كامله عشان نعرف انواع الاحبار وانواع الالياف وكل ما يخص المخطوط من مكونات داخليه وخارجيه كغلاف او ورق داخلي. بعد عمليه الفحص الكامل دي للمخطوط بتبدا مرحله العلاج، ومرحلة العلاج دي بتبدأ على أساس إن إحنا بنذيل مسببات التلف. إذا كان التلف ده كيميائي أو تلف بيولوجي، قلنا التلف البيولوجي بنتعامل معاه عن طريق الفريزنج أو إن إحنا نقضي على الحشرات عن طريق التعقيم. أما التلف الكيميائي فده المشكلة الأكبر، وعادة التلف الكيميائي ده له شقين. الشق الأول ناتج عن الورق، وممكن الورق الحديث بعد 1850 هو ورق تم إنتاجه بمواد خشبية وعشان كده الورق ده بيصفر. وبعد ما بيخلص الشغل بتاعنا ده بيروح المخطوط لقسم الترميم عشان يقوم بالجزء بتاعه في اكمال الاجزاء الناقصه او اعاده تخطيط الكتاب او المخطوط مره اخرى. في الاساس احنا بنحافظ على الوعاية، بنحافظ على الدلالات الزمنيه والتاريخيه اللي مرت بيه، مش بنحوله جديد زي ما بيبقى فيه اعتقاد عند البعض ان احنا نعمل له عمليه تجليد فيبقى حالته جديده، لكن احنا بنحاول نعمل ندرسه دراسة تامة وناخد قرار لعمليات الترميم بعناية وبدقة اللي بتساعد ان احنا نحافظ على كل دلالة زمنية وكل دلالة تاريخية موجودة فيه. قسم الصيانة والترميم قام بعمليات ترميم لمشاريع داخلية ومشاريع خارجية. على سبيل المثال هيئة قناة السويس احنا شغالين دلوقتي في مجموعة من السجلات لهيئة قناة السويس اللي بتوثق حركة الملاحة البحرية من القرن منتصف القرن ال19 للقرن ال20، أيضا مشاريع سابقة هيئة الآثار الإسلامية في الكويت، ممكن رممنا مجموعة من حوالي 320 كتاب نادر من الكوليكشن الخاصة بيهم من القرن ال17 والقرن ال18، مجموعات نادرة ومجموعة من المخطوطات وليها أهمية عالية. ثقة المؤسسات الخارجية فينا كمعامل ترميم موجودة في مكتبة الإسكندرية لأن احنا بنتبع المعايير الدولية والمواثيق الدولية في عمليات الترميم. مش بس بنهتم بترميم التراث الغير مادي اللي هو بيتمثل في المعلومات الناتجة من المخطوطات أو الكتب، لا احنا كمان بنرمم التراث اللي هو المادي اللي بيتمثل في الماتيريالز أو التكنولوجيا، المواد المصنوعة منها المخطوطات أو الكتب النادرة. احنا هنا بنرمم مجموعات قناة السويس، بنرممها بمواد قابلة للاسترجاع من حيث من مواد الخامات سواء الورق او الكرتون او المواد اللاصقه بتكون قابله للاسترجاع وتكون اسيد فري.
بنرمم ورق، بنرمم الجلد، بنعمل استكمال للاجزاء الناقصه في الاخشاب. رجعنا لكم مرة تانية. طبعا كلكم عايزين تعرفوا الذهب بكام النهاردة والدولار أخباره إيه، فخلونا نروح نشوف أسعار السلع المختلفة والذهب والعملات ونرجع لكم مع أول فقرات. رجعنا لكم مرة تانية. فاكرنا دلوقتي هنتكلم فيها عن البورصة، ولكن هتكون بشكل مختلف شوية. الفقرة دي هتكون موجهة للناس اللي حابة تعرف يعني إيه بورصة وإيه أهميتها وإزاي حد يقدر يضارب فيها. أسئلة ممكن يكون بيسألها المواطن العادي اللي مش ضروري يكون عنده معلومات كتير قوي عن البورصة، ولكن حابب يفهم عنها أكتر. وده اللي هنحاول نجاوب عليه من خلال ضيفنا اللي منورنا، دكتور محمد شعراوي، أستاذ اقتصاديات أسواق المال. صباح الورد عليك يا دكتور. صباح الخير. صباح الفل عليك يا سيدي المشاهدين. زي ما قلت كده في المقدمة بتاعتي إن في ناس كتيرة تعرف يعني ايه بورصة، بس في حقيقة الأمر هي ما تعرفش يعني ايه بورصة. فأول سؤال هنسأله النهاردة، يعني ايه بورصة؟ طيب مبدئيا كده عشان نتكلم عن البورصة نبسطها بطريقة كده ايه لذيذة، زي ما احنا قلنا كده ايه هتبقى كبسولة بسيطة. البورصة هي أداة تمويل وأداة استثمار. هنقسمها شقين، شق تمويل وشق استثمار. طب شق تمويل ايه؟ النهاردة لو في كيان، في شركة كبيرة عايزة تطور من نفسها، عايزة تقوي الأداء بتاعها، محتاجة كاش، محتاجة فلوس، فإيه البدائل التمويلية ليها؟ إن هي يا إما تاخد قرض أو تطرح أسهم في البورصة. طبعا تاخد قرض خلاص إحنا عارفين القروض وعارفين النظام البنكي. طيب لو راحت للبورصة بيبقى صاحب الشركة نفسها بيطرح حصة من الشركة بتاعته في البورصة في صورة أسهم. يعني هو مثلا لو رأس مال الشركة كلها مثلا نقول مثلا 20 مليون ده مثال، فهو مثلا يقول لك انا هطرح 25% هبيع 25% في البورصه اخد فلوس اقدر اطور الشركه بتاعتي. فبيطرح 25% بتاعته مثلا في البورصه. بيجي الدور الثاني للبورصه اللي هو الدور الاستثماري، اللي هو انا شخص بحوش شويه فلوس، فانا عايز ايه ادخل عارف ان الشركه دي قويه، ادائها كويس، بتشتغل كويس قوي، فبروح للبورصه واقول لهم ايه انا عايز اشتري اسهم في الشركه ديت.
يبقى هي البورصه هنا هي وسيط ما بين شركه محتاجه تمويل، محتاجه فلوس، وشخص معاه فائض من الفلوس ديت او معاه محوش شويه فلوس عايز يستثمر في الشركه ديت. ربما يكون الشخص اللي معاه الفلوس دوت صندوق استثمار، ربما يكون افراد زينا زي حضرتك وزي وزي اي حد، ربما يكون مستثمر اجنبي. طب خلينا نروح للشخص اللي زينا زي اي فرد موجود اللي هو شكل الاستثمار نفسه. صحيح، اي شخص دلوقتي عايز يستثمر في البورصه، كويس، يستثمر في البورصه ازاي وايه نوع الاختيار؟ يعني انا اختار الشركه بناء على ايه؟ استثمر في ايه؟ الكلام ده كله الاسئله اللي ممكن تيجي في دماغ اي حد بيتفرج علينا دلوقتي. كويس، طيب دلوقتي انا لو حبيت النهارده استثمر في البورصه اروح لمين؟ ايه الجهه اللي انا اروح لها؟ هل اخبط على البورصه كده اقول لهم انا استثمر فيك؟ لا ما ينفعش، بيروح لشركات الاوراق الماليه اللي هي شركات الوساطه او شركات السمسره. بيروح يمضي معاهم عقد، وبموجب العقد دوت بيتفق على عموله ما بينهم وبين بعض ويقول لهم انا عايز اشتري في البورصه. عن طريق شركه الاوراق الماليه ديت بيحط الايداع النقدي بتاعه اللي هو عايز يشتري بيه الاسهم، ويبتدي يختار الاسهم بقى عن طريق شركه الاوراق الماليه بيساعده في اتخاذ القرار الاستثماري. بمعنى انا لسه جديد في البورصه، هاخد قرار استثماري ازاي واشتري اسهم بناء على ايه؟ هل انا هعرف اعمل تحليل للشركه ديت، او هعرف اشوف الشركه دي ادائها عامل ازاي، او اخبار الشركه دي عامل ازاي؟ ده القسم. طب من ناحيه الامان بقى، لان ده سؤال تاني كويس مهم جدا، انا اتاكد ازاي ان الشركه دي امان، وان انا لو حطيت فلوس واشتريت اسهم في الشركه دي مش هتنصب عليا مثلا؟ لا، الشركات ديت اصلا بتبقى مرخصه من الدوله نفسها من حاجه اسمها هيئه الرقابه الماليه، فما فيش حاجه اسمها الاوبشن ده مش موجود اصلا. ما فيش حاجه اسمها الوسيط هنا اللي ما بيني وما بين الشركه ديت هيئه الرقابه الماليه. لا قدر الله حصل اي حاجه الجا للدوله، اي دوله تقول لي خد فلوسك وحاجتك كلها. هنا في جهه رقابيه بتراقب اسمها هيئه الرقابه الماليه تبع الدوله. ما ينفعش حد يفتح النهارده مكتب ويقول انا شركه اوراق ماليه من غير ما يقول معاه الرخصه من هيئه الرقابه الماليه. طيب المستثمر هنا راح للشركه وحط فيها الفلوس، عايز بقى ياخد القرار الاستثماري. شركات الاوراق الماليه كلها بالكامل عندهم، كل شركه عندها قسم مهم جدا اسمه قسم التحليل او قسم الابحاث. القسم دوت هو اللي بيساعدني في اتخاذ القرار الاستثماري، بيقدر يقول لي ايه؟ يقدر يقول لي السهم ده كويس اشتريه، اداؤه كويس، متوقع يطلع خلال الفتره الجايه، او متوقع ينزل، او متوقع يحصل فيه كذا، او في اخبار ايجابيه هتساعد السهم ده ان هو يشتغل. طب على سيره بقى طلوع ونزول الاسهم، اي حد برضو ايه احنا بنشوف دايما في الافلام وبتاع ده خسر فلوسه كلها في البورصه، الحق بيع بسرعه الاسهم، ما اعرفش ايه يعني الكلام اللي احنا بنشوفه في الافلام ده موجود على ارض الواقع؟ اللي يعني ممكن حد فعلا ينام يقوم يلاقي نفسه فلس بسبب البورصه، ولا ده كلام مش لا حقيقي؟ لا ده حقيقي بيحصل. ليه بقى؟ في نقطة مهمة جدا. ده حقيقي بيحصل؟ لا احنا نلغي الفقرة. لا حقيقي بيحصل ليه؟ احنا ناخد بالنا ايه الحذر اللي نقدر ناخده قبل ما يحصل الموضوع دوت. اوكي، الفكرة في نقطة ايه؟ في نقطة اني حتى انا بقول لطلابي في الكلية لما تيجي تستثمر في البورصة استثمر بفلوسك. اوكي، ما تروحش تاخد فلوس قرض ولا تروح تاخد فلوس الغير. بمعنى فلوسه برضه يعني ما هي نفس القصة. انت قررت النهاردة تعمل محفظة استثمارية، وليكن المحفظة الاستثمارية ديت مثلا ب 10,000 جنيه. اوكي. خلاص؟ رحت واخد مديونية من الشركة. مديونية يعني إيه؟ يعني يقول لك إيه؟ أنت معاك 10,000 جنيه محفظتك، إحنا هنديك سلفة 10,000 جنيه عليها. هنديك سلفة 10,000 جنيه عليها. بأصبح محفظتي دلوقتي بكام؟ ب 20,000 جنيه. طيب نتخيل صاحبنا دوت اشترى سهم ب 10 جنيه. السهم ده نزل لا قدر الله لا قدر الله قدر نزل 50%. يبقى ال 20,000 جنيه خسروا بقوا كام؟ انت تقصد تقول ان هو ما خسرش يعني؟ لا، هو هنا بعد ما كانت محفظته ب 20,000 جنيه المحفظه خسرت 50% من قيمتها. يعني خسرت 10,000 جنيه. لا خلي بالك انا ما بضربش في البورصه، تخلينيش بقى اجيب كالكوليتر بقى. لا لا من غير ما اجيب كالكوليتر. النهارده انا كانت فلوسي ب 10,000 جنيه، استلفت 10,000 جنيه عليها، المفروض ان انا ارجع ال 10,000 جنيه دي تاني. بس انا استلفتها. الاعداد معايا بس غششوني بسرعه الارقام عشان لا 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 لسه بقت معايا فلوسي كام؟ 20,000 جنيه. حلو. ال 20,000 جنيه دول فيهم 10,000 جنيه مش بتوعي. اوكي. خلاص؟ اشتريت بيها في البورصه. اوكي. خلاص لا قدر الله البورصه وقعت. فال 20,000 جنيه دول لو احنا قلنا خسروا نصهم خسروا نصهم اللي هم ال 10,000 جنيه اللي هم كانوا فلوسي انا. وال 10,000 جنيه هرجعها، يبقى انا كده محفظتي بقت فلوسي كلها زيرو. زيرو. عشان كده دايما بنقول لاي مستثمر حط حلقه في ودنك مهمه جدا، ما تشتغلش بفلوس انت سالفها،
ما تشتغلش بفلوس انت واخدها قرض، اشتغل بفلوسك انت. بفلوسك انت ليه؟ عشان تعرف تاخد القرار الاستثماري. ما تبقاش انت النهارده بتقول لحد اديني فلوس. انت تقصد عشان يعني ما يبقاش موت وخراب ديار، صح كده؟ يعني عشان نبسطها اكتر يعني معاك فلوس، عشان يبقاش معاك فلوس يعني استثمر حتى لو مشكله كبيره. ان اللي بيقع في المشكله ديت المستثمر الكبير، يعني واحد معاه 1,000,000 جنيه يقول لك لا انا عايز اصرف 1,000,000 جنيه عليهم واستثمر ب 2,000,000 جنيه، او استثمر 2,000,000 او استثمر، يبقى خسر فلوسه ومديون واحتمال مديون. هي دي النقطه اللي عايز انت بقى بتضارب في البورصه بالله انا شايفه ده. انت فلوسك في البورصه ولا في الامان؟ لا لا في ليه؟ طيب عمرك خسرت في البورصه؟ عمرك نمت قمت؟ مفيش حد ما بيخسرش في البورصه، بس الخساره بتعلم، بتخليك تاخد قرار بعد كده. بمعنى لما بندي نصائح للمستثمرين اللي هم بيستثمروا في البورصه نقول له حلقتين تحطهم حلقه في ده. اول واحده قلناها انك ما تاخدش فلوس، تسرب فلوس من اخواتك ولا من الشركه ولا من اي حد تقول له استثمر. الحاجه الثانيه احترم وقف الخساره. بمعنى ايه؟ النهارده شاري سهم ب 10 جنيه، فانا قلت بقى السهم ده لما يطلع ل 12 جنيه انا هبيعه وابقى كسبت 2 جنيه في السهم. اوكي كويس. طيب افرض بقى حصلت اي احداث خارجه عن السهم نفسه وخارجه عن اي حاجه وخلت السهم ده ينزل، ونزل من 10 جنيه ل 9 جنيه. الشاطر هنا اللي يحترم وقف الخساره، اللي يقول لك ايه خلاص انا هقبل البيعه. يعني زي ما بحدد التارجت بتاع المكسب بتاعي احدد انا هخرج بكام لو خسرت. لو خرج ب 9 جنيه يبقى خسر كام؟ خسر جنيه واحد بس. احسن ما يستنى ويخسر، احسن ما يستنى يخسر ل 8 و7 بس. برضو اوقات بتبقى ريسكي، ما ممكن يستنى ويغلى. ما هو خلي بال حضرتك في نقطه هنا، اي مشروع حتى لو حد داخل المشروع حتى على ارض الواقع لازم يحدد لنفسه المكسب، وزي ما بيحدد لنفسه المكسب يحدد لنفسه الخساره. ما يستناش ان الخساره تاخده وتنزل اكتر. بمعنى احترام وقف الخساره يقلل خسارك حتى لو الورقه لفت، حتى لو السهم لف وطلع تاني. بس مش الموضوع ده ريسكي قوي يعني؟ انت برضو زادت الريسك. كل ما زادت الريسك كل ما زادت الايه؟ العائد. كل ما زادت الخطر كل ما زاد العائد. دي حاجه مهمه جدا لازم نحطها في الحسبان. ما النهارده طب ما خلاص انا لو بخاف من ريسكي اروح احط فلوسي في شهاده استثمار. بس انا عايز اقول لك ان كل ما زاد الخطر زاد المكسب، والكلام ده برضو ده كلام تحفيزي. لا مش كلام، انما تحفيزي. ممكن يزيد الريسك والشخص يتحبس عادي. عادي جدا. عادي جدا يعني. عشان ابقى صريحه يعني. ليه بالنص لنص كوبايه الفاضي؟ بص نص كوبايه يعني ليه دايما بنقول هيتحبس يتحبس؟ هو هيتحبس حاله واحده بس لو هو واخد فلوس الناس. مش مهم يعني كام حاله، المهم ان هو هيتحبس. يعني الاوبشن موجود. هو الاستثمار في البورصه لازم اللي داخل يستثمر في البورصه ياخد باله كويس قوي، يحط شويه نصائح في دماغه. بمعنى ايه؟ من ضمن هذه النصائح مثلا ان احنا نقول له ما تحطش فلوسك كلها في سهم واحد. اوكي ايوه، ادينا بقى النصائح اللي الناس لازم تاخد بالها منها لو فعلا دخلت في موضوع البورصه. لو دخلت في البورصه ما تحطش، يعني ما يجيش واحد يقول لك ايه النهارده انت بتستثمر ب 20,000 جنيه تقوم حاطط 20,000 جنيه كلها في سهم واحد. لا قسمها، انت عندك قطاع الاتصالات، عندك قطاع المالي، عندك قطاع السياحي، عندك قطاع البنوك، عندك من كل قطاع خد لك سهم، خد لك شركه. ده واقع ده موجود، بحيث ان انا ايه بقى لو انا اخترت النهارده المحفظه بتاعتي بخمس اسهم فيهم سهمين وقعوا ثلاث اسهم طلعت ما خسرتش، على خسرتش. الاقل ممكن الخمس اسهم يطلعوا، ممكن الاربعه يطلعوا وواحد ينزل، ابقى انا بوزع ايه اللي هو عارف المثل الشعبي بيقول ايه، ما نحطش البيت كله في سله واحده. هو كده بالظبط. ليه ما نحطش البيت كله في سله؟ ما السله وقعت خلاص البيت كله باظ. لا صحيح. نوزع نفس الحكايه، لما يكون المحفظه الائتمانيه بتاعتك فلوسك توزعها في اكتر من سهم. ليه؟ بتقلل المخاطر بتاعتك في السهم. دي حاجه. النصيحه الثانيه ان انا في فكري كده عند المستثمرين، يمكن انا بشتغل في البورصه من زمن كبير قوي، ان لما يدخل سهم ويكسب فيه يقول لك اه السهم ده وشه حلو عليا انا هدخله تاني عشان اكسب فيه. لا، فيبقى هو اللي وشه وحش على السهم يقوم السهم واقع. اختار الوقت المناسب لدخول السهم. انت اخترت الوقت المناسب والسهم كسب معاك، اوكي شوف بقى سهم تاني خلاص خرجت. بس برضو ما انت لو مكانه، ما هو السهم ده كسب فيه طبيعي ان هو يروح له مره تانيه. السهم هيفضل يجي وراك عشان يعني يخسرك اللي انت كسبته يعني. اوكي فانا خلاص انا هي بس هي كده اللعبه، الجيم ده كده ملوش قاعده. انا بختار السهم. لا بختار السهم بناء على ايه؟ وقلنا الاول خالص قسم اسمه قسم الابحاث بيساعدني في اتخاذ القرار الاستثماري. هو دخلني السهم وكسبت فيه
ممكن اساله ما ينفعش في نقطه مهمه قوي لازم المستثمر ياخد باله منها. بلاش الاهواء الشخصيه بتاعتك وحبك للسهم يخليك انك انت تجري وراه تشتريه. عندك قسم بتساله، ترفع سماعه التليفون تسال قسم الابحاث بتاع شركه الاوراق الماليه اللي انت فيها. قسم الابحاث دوت ده في ناس قاعده اصلا بتدرس الاسهم وبتدرس حركه السهم، تساله بس مش مضمون برضه. واحنا لسه بنقول الريسك بيبقى عالي وكل ما الريسك زاد التعامل جوه البورصه مفيش حاجه اسمها مضمونه 100%. اصل هو مش قاعد قدام كهرمانه وبتقول له لا اشتري السهم، لا 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 لا. الحاجه المضمونه لو انت بتخاف من الريسك بلاش البورصه مش هتنفعك. يبقى عندك الشهادات، لكن انت ممكن توزع تقول لك ايه مثلا، تقول ايه مثلا الفتره الجايه الدوله هتعتمد على البورصه شويه، في قرارات استثماريه طالعه كويسه، في اصلاح اقتصادي بيحصل، في كذا، لان معظم العالم كله النهارده في البورصه، بورصات العالم كلها. هل العالم كله مثلا بيغامرش وبيخش في الريسك؟ لا، بيخش في الريسك. طب احنا على سيره القرارات الاستثماريه الجديده، احنا سمعنا عن طرح الذهب في البورصه، ده معناه ايه؟ واشرح لنا هل ده دي اشاعات ولا دي حقيقه؟ لا مش اشاعات، هي مش طرح الذهب في البورصه. هو في صندوق عملته شركه موجود دلوقتي اسمه ايزي جولد. الصندوق ده بيعمل ايه؟ الفتره الاخيره دي احنا شايفين اسعار الذهب بتزيد قوي، صحيح، فاحنا ممنوع عندنا الاستثمار في الذهب او في البورصه. فالصندوق ده عمل ايه؟ عمل حاجه حلوه قوي، عمل وثيقه اسمها وثيقه الذهب. الوثيقه دي بكام؟ ب 10 جنيه. فهو يعمل ايه؟ انت شايف ان الذهب طالع خلال الفتره الجايه، خلاص، والفلوس اللي معاك ما تجيبلكش ذهب كتير، لو معاك مثلا 10,000 5,000 20,000 والذهب انت لما بتشتريه مشغولات، بيخش فيه مصنعيه وبيخش فيه كذا وكذا وكذا، وفي تسعير للذهب، كل واحد بيسعر في الذهب بمزاجه في الاسواق حسب سعر الدولار وحسب بيشوف سعر الدولار. فانا بعمل ايه؟ بروح لشركه الاوراق الماليه بقول لهم انا عايز اشتري في وثيقه الذهب وهي سعرها 10 جنيه فعلا، وهي سعرها ب 10 جنيه، الاكتتاب بتاعها ب 10 جنيه. طيب هما بياخدوا الوثيقه، بيشتروا منك بياخد منك الوثيقه، بيديك وثيقه يعني بيديك ورقه اثبات، وانت مثلا اشتريت مثلا ايه 1000 وثيقه ب 10,000 جنيه، خلاص هو بياخد الوثيقه دي يشتري بيها ذهب. يشتري بيها ذهب. طيب سعر الذهب زاد عالميا، يحصل ايه في سعر الوثيقه؟ يزيد. فاقدر ابيع الوثيقه في البورصه تاني، يعني مثلا ايه، انا سعر الذهب مثلا زاد 20% في البورصات العالميه، يبقى الوثيقه سعرها بقى كام؟ بقى 12 جنيه. اقدر عن طريق شركه الاوراق الماليه، اتفضلوا يا جماعه الوثيقه بتاعتكم ادوني مكانها الفلوس اللي انا كنت مديها لكم. هيدوكي كده كام؟ هيدوكي 12 جنيه. طب هل الوثيقه ليها عدد جرامات معين مثلا ولا لا ما بتحسبش كده؟ لا ما بتحسبش بالجرامات. اوكي. هو بياخد الوثيقه منك، بيلم الوثائق اللي مع الناس كلها، بيلم فلوس الوثائق كلها وبيشتري بيها ذهب. سعر الذهب بيزيد، بيزيد معاه سعر الذهب ده، بيزيد معاه سعر الايه؟ الوثيقه. فهي الوثيقه هنا بتعتمد على اسعار الذهب عالميا عامله ازاي. طب تفتكر الموضوع ده بما ان احنا لسه يعني موضوع جديد، ده لسه الاسبوع اللي فات او ده، تنصح بيه الناس انت كخبير واكسبرت في موضوع البورصه ده، ولا شايف ان ده ريسك فيه ممكن يكون عالي؟ انا انصح بيه الناس ليه؟ انصح بيه الناس ليه؟ لان الوثيقه مختلفه عننا احنا. الوثيقه بتشتري الذهب خام، مش داخل فيه مصنعيه، لكن لما انا اشتري ذهب في مصنعيه اجي ارجعه هيخسرني المصنعيه ويخسرني، يبقى المكسب اللي انا عملته راح في الايه؟ في المصنعيه والحاجات دي كلها. لكن هنا الوثيقه بتشق الذهب الخام معلوش مصنعيه. والناس بتتضمن للذهب برضو اكتر من الشركات، يعني يعتبر امن الى حد ما. الذهب امن لو في حاله ان هو لو سبائك، يعني بشتري مثلا السبيكه مثلا اللي هي ال 50 جرام اللي هو اللي هتعمله الوثيقه، اللي هي هتعمله الوثيقه. لكن الذهب المشغولات مهما كنت بحاول ارجعه عشان اكسب فيه هيقول لي برضك لازم هخسر المصنعيه. فانا شايف ان الوثيقه بتبقى احسن ليه، لان طبعا في ناس تقول لك طب انا هشتري سبيكه ازاي وانا معايا 20,000 جنيه ولا 10,000 جنيه؟ يجيبوا لي سبيكه ازاي؟ فتروح للوثيقه بقى، تقدر تشتري عن طريق الوثيقه، تقدر تشتري الوثيقه وهي اللي تشتري لك الذهب الناحيه الثانيه. وعلى فكره الوثيقه دي ممكن تتبدل بذهب، بمعنى ان انا افرض انا مثلا الوثيقه بتاعتي مثلا تجيب 50 جرام ذهب، اقدر اقول لهم خدوا الوثيقه وادوني ايه؟
ال 50 جرام. ال 50 جرام بس وانا ممكن اكون شاري الوثيقه ب 10 جنيه اصلا. وانا كنت شاري الوثيقه ب 10 جنيه، ما انت بقى بعدد الوثائق اللي انت شاريها. فكل ما زاد الريسك زاد المكسب. او نتحبس برضه تاني. انا لازم احذر المشاهدين بتوعنا معلش. طيب احنا قلنا اهو احنا لو اعتمدنا على النصائح ان انا هقدر اقولها هقدر احافظ على راس مالي وفلوسي. ودايما اعتمد في حاجه مهمه جدا في البورصه. انت النهارده حاطط 20,000 جنيه بتستثمر في البورصه، عملت مكسب 2000 جنيه خرجهم بره. بورصه واشتغل تاني بال 20,000 جنيه، عملت 2000 جنيه تاني خرجهم بره. هيجي عليك وقت نفسك بتشتغل بايه؟ خرجت الراس المالي بره وتشتغل بالمكسب. او يبقى عندك باك اب برضه لو حصل اي امر ولا حاجه. يبقى احنا لازم ايه؟ ناخد بالنا ان انا اوزع المحفظه الاستثماريه بتاعتي كويس قوي، ان انا ما افضلش ماشي ورا سهم واحد بس، اهوائي الشخصيه واخداني سهم واحد بس، ان انا احترم وقف الخساره مهم جدا، ان انا ما اعتمدش على فلوس الغير ان انا استثمر بيها في البورصه. خلاص واخد قراراتي كلها بالكامل من قسم الابحاث اللي موجود في شركه الاوراق الماليه. اوكي طب احنا يعني ايه اكتر الشركات اللي مضمونه؟ يعني في ناس مثلا تقول لك شركات العقارات، شركات الاتصالات، شركات ايه الشركات اللي من حكم خبرتك برضو شايف ان المضاربه في او شراء الاسهم في نوعيه الشركات دي بالظبط بتكون افضل بكتير او بتكون مضمونه الى حد كبير؟ طيب انا ما اقدرش اقول لحضرتك دلوقتي القطاع اللي مضمون ليه، لان ممكن حد ياخد الكلام مني على ما يروح يبتدي ما هو زي ما سامي بيطلع بينزل عشان يجيب مشتري وبعد كده يبتدي يطلع تاني. انا قلت لحضرتك مثلا قطاع مثلا زي قطاع الاتصالات في اسهم قويه جدا في قطاع الاتصالات. طيب دلوقتي قطاع الاتصالات اقول لك هيشتغل كويس، هو قطاع البنوك. طيب على ما يمضي العقد ويبتدي يحط الفلوس بعد شهر ولا اتنين ممكن كل السهم بقى بيعمل جني ارباح. اوكي يعني ما ينفعش انا اقول لك من دلوقتي خش قطاع معين. انا بحاول يعني طول الفقره اخد منك حاجه مضمونه. ما فيش ما فيش حاجه مضمونه. ما ينفعش في البورصه حاجه الحاجه المضمونه ان انا اقول لك الفلوس ديت هتاخدي عليها كذا خلاص. اوكي دي اللي هي شهادات الاستثمار. لكن في البورصه لا، في البورصه لو تقدر قطاع الاتصالات قطاع البنوك قطاع الاتصالات قطاع البنوك ممكن بكره وبعد والاسبوع ده يشتغل والشهر ده يشتغل ويشتغل حلو قوي. طب افرض المستثمر مثلا قال لك ايه انا هدخل كمان شهرين يكون جالي فلوس، هدخل كمان شهرين. طيب هيخش كمان شهرين هيكتشف ان قطاع الاتصالات وقطاع البنوك بينزل، يقول لك بقى دكتور محمد شعراوي قال لي في البرنامج ان هو لازم يبقى شريك قطاع. لا بس سلمى قالت لكم احتمال نتحبس عشان بس نبقى على نور وبينا من الاول. احنا قلنا كلمه الحبس دي في الحلقه دلوقتي اكتر من 10 مرات. بص يعني انا قفلت الناس من البورصه اصلا. انا يعني لا الفقره عشان نحبب الناس في الموضوع. انا مش عارف يعني حسيت ان انا معلومات فانا فعلا طول الفقره انا قلقت يعني. لا بالعكس ليه، الدوله دلوقتي كلها بتعتمد دلوقتي على البورصه. يمكن احنا عندنا جلسه الحوار الوطني ان شاء الله الاسبوع اللي جاي هنتكلم عن الطروحات الحكوميه في البورصه. صحيح. هنتكلم عن توقعاتنا لاداء البورصه خلال الفتره الجايه عامل ازاي. لا احنا متوقعين خلينا ننكر ان البورصه كانت سبب في نجاح وناس كتيره كسبت من البورصه بشكل كبير جدا، فيعني ليها ايجابيات كتير جدا. لا في نقطه هنا، البورصه المصريه هي او البورصه عامه هي شريان الاقتصاد. بمعنى طب. ايه هو الاستثمار في البورصه دوت؟ استثمار غير مباشر، يعني ما بيشتغلش على ارض الواقع. النهارده الاستثمار غير مباشر هو بيدعم الاستثمار المباشر. بمعنى ايه؟ النهارده اي مستثمر جاي مصر في اي قطاع قبل ما يخش يحط رجله جوه الدوله ويبتدي يعينه على القطاع جوه البورصه عامل ازاي. يعني صحيح. مثلا مستثمر جاي في قطاع الاتصالات قبل ما يخش يشتغل في قطاع الاتصالات في مصر يدخل البورصه الاول المصريه يشوف قطاع الاتصالات عامل ازاي جوه البورصه. لا وقبل ما يعمل الكلام ده كله لازم يلتزم بالنقاط اللي حضرتك قلت عليها عشان يستثمر بشكل صحيح. بشكرك جدا على وجودك معانا النهارده دكتور محمد شعراوي استاذ اقتصاديات اسواق المال، نورتنا وميرسي على المعلومات القيمه دي. واتمنى ان الناس تاخد الريسك وتشارك في البورصه. سادة مشاهدين هنخرج لفاصل قصير ونرجع لكم مع تاني فقراتنا النهارده، وما تروحوش في حد.
صباح الورد عليكم من جديد. أيام قليلة خلاص بتفصلنا عن بداية الحدث التعليمي الأهم بالنسبة لعدد كبير جدا من المصريين، وهو امتحانات الثانوية العامة. حالة من التوتر والقلق بتنتشر في أغلب بيوت مصر، سواء على مستوى الطلاب أو حتى الأهالي. نبتدي بقى نسمع كلام كتير من نوعية أنا بنسى بسرعة، المنهج كبير، مش قادر أذاكر كل ده، مش لاحق ألم كل ده، أو حتى أنا مذاكر بس خايف وقلقان. كل المشاكل دي عايزين نحاول نفهم ايه اسبابها وازاي نقدر نحلها من خلال ضيفتنا اللي منورانا النهارده في الاستوديو، دكتور ايمان الرايس، مستشار تربوي وتعليمي واخصائي نفسي وصعوبات تعلم. صباح الورد عليك يا دكتور. صباح الفل عليك. خليني اقول زي ما انا كنت بقول كده دلوقتي، ان الناس بتبقى قلقانه جدا ومتوتره جدا، مش بس الطلاب وكمان الاهالي، بيبقى في حاله توتر كده دايما. يقول لك اللي عنده ثانويه عامه في البيت كان عنده مصيبه، يعني ما بيبقاش الوضع هادي كده وعندنا امتحان عادي، لا بيبقى في حالة من التوتر الشديد جدا. فقول لنا الأول إزاي نسيطر على التوتر ده من ناحية الأهالي ومن ناحية الطلاب. أولا ربنا مع كل الطلبة، يوفقهم يا رب وينجحهم، وإن شاء الله تبقى نهاية الامتحانات سعيدة للجميع. هي بتبقى مرحلة فارقة، بيبقى الطالب داخل وعارف إن دي ممكن تكون نهاية المرحلة التعليمية الدراسية في المدارس وبداية حياة جديدة، ودي بتبقى فعلا حاجة حقيقية، بتبقى قوية، وبتبقى بالنسبة لأي طالب خطوة صح لما بيكون في دعم وراه من الأهل، وما بيكون في تخطيط لحياته، بيبقى عارف يعمل إيه وما يعملش إيه. فعشان كده النهاردة أنا جايلك بحاجات جديدة، ازاي الطالب ما ينساش الجديدة دي، أو ازاي الطالب ما ينساش، وإيه هي مثلا لو أنا ليلة الامتحان مثلا لا قدر الله ما كنتش مذاكر، او دخلت مثلا وحاسه ان انا في الامتحان مش قد كده قلقانه. فهتكلم النهارده معاكي على حاجتين، البرومو ميديا او التوميتو في طريقه المذاكره، ودي حاجه جديده، والاكسبريشن نفسه كمان جديد على وداني صراحه، بس هنفهم دلوقتي بالظبط. وسليب ساندويتش. طب نبتدي بقى الاول، عشان احنا كده خدنا كذا مصطلح ورا بعض، نبتدي الاول بيه. انت قلتي لي عندك طرق وحلول جديده في مشكله النسيان بالظبط، دي بقى دي كارثه. فعايزين نبتدي بعلاج مشكلة النسيان، الطلبة اللي بتنسى، الطلبة اللي بتخش قدام ورقة الامتحان تلاقيه فجأة حصل له يعني ديليت كده للميموري كلها، ومش فاكر حاجة، ومش فاكر يحل ازاي واللي هو ذاكره ازاي. ازاي يعالج مشكلة النسيان دي؟ طيب خليني اعرف الطالب واعرف احنا حتى شخصيا ليه بننسى، ايه سبب النسيان. سبحان الله ربنا مخلينا عقلنا زي الميموري كده، كل المعلومات ما بتزيد بيجي لنا النسيان، فربنا بيدينا نسيان رحمه بعقلنا عشان يرحمنا من اوفر انفورميشن اللي بتخش لنا لعقلنا، عشان ما يجيش اضرار لينا احنا، بنفضي مكان يعني عشان نستقبل معلومات صح كده. فبيتسجل المعلومات دي في الذاكره القصيره، فعشان كده ما بتقعدش معانا. طب انا كطالب ازاي تقعد معايا المعلومات؟ ايه الحاجات اللي تخلي المعلومات ثابته عندي؟ طالب الثانويه العامه بيعمل حاجه كارثيه ما بيبقاش متخيل قد ايه ان دي ممكن تضره في الامتحانات. عدم النوم، يقول لك انا مطبق، مش قادر يعرف ان للاسف الشديد 50% من معلوماته معتمده على نومه الكويس، معتمده ان ينام 7 ساعات عشان يقدر المعلومات تثبت في دماغه ودماغه ما تنساش. لان انت لما انت بتيجي تذاكر كطالب، ويمكن هقول لكم معلومه صادمه، بعد ما بتذاكر بساعه نص معلوماتك بتنساها، تاني يوم 30%. طب نعمل ايه؟ لا ثواني، بعد ما بذاكر بساعه طبعاً المعلومات بتتنسي، طب يعمل ايه بعد ما يذاكر عشان نص المعلومات ما تتنسيش؟ طيب في حاجه اسمها، هقول لك على حلين. حل اولاني لو انا النهارده وبكره الامتحان عندي، ولو انا لسه قدامي شهر او قدامي مده طويله، فيستفيد منها اللي بيذاكر لاي حاجه وطالب ثانويه عامه. طيب انا دلوقتي في حاجه اسمها التكرار، انا ذاكرت، بعمل ايه بعد ما اخلص؟ قريت الدرس بتاعي وحددت النقط بتاعتي وعملت الكي ووردز بتاعتي، ابتدي اراجع واعيد مع نفسي واكتب بس كده؟ لا طبعا. بفضل اعمل ايه بعد ما اوقف خلاص كتبته وحفظت؟ اسيب نفسي من 15 ل 20 دقيقه وارجع اذاكر تاني. والوقت ده مهم قوي، احنا بنبرمج العقل لما اقول الوقت ده، يبقى انا مش مفيش أرجع عندي زياده، اذاكر تاني ولا ارجع اراجع الهيد لاينز؟ انا براجع وبذاكر الحاجات اللي انا عملتها تاني، اللي انا ذاكرته ده اذاكره مره تانية، كله تاني، كله تاني. بس مده قد ايه؟ من 15 ل 20 دقيقه بعد ما ذاكرت. طيب بعد كده اخد من 6 ل 8 ساعات وارجع اعيده تاني، وبعد كده 24 ساعه. من 6 ل 8 ساعات دول بقى هيبقوا نوم ولا عادي؟ لا طب انا هشرح لك اكتر. انا دلوقتي ذاكرت
بعد ما ذاكرت بدي لنفسي راحه اعمل اسئله، اعمل اكسرسايز، اشوف فيديوهات نفس المنهج اللي انا بذاكره، اسيب لنفسي من 15 دقيقه 20 دقيقه وارجع اذاكر تاني اللي انا ايه، وبعدين 6 8 ساعات ارجع اذاكر مره ثانيه. برافو عليك. ما انا قصدي بقى ممكن اكون انا بذاكر بالليل، فاني افضل بقى اذاكر الصبح ولا اذاكر بالليل؟ ما هو ده سؤال مهم. عشان كده بسالك، ممكن حد يقول لك الست او الثمان ساعات دول ممكن انام واقوم بعد 8 ساعات اذاكر تاني، انا كده قعدت 8 ساعات اللي انت قلت عليهم بس كنت نايم، هل ده اوكي ولا لا؟ افضل مذاكره هي المذاكره اللي بعد الفجر بس، هو ده اللي عايزينه. وبعد ما تقوم بساعه من النوم، وبفضل جدا لو انت عايز عقلك بقى اللي بقاله 7 8 ساعات نايم، اول ما تقوم اشرب ميه. ثواني بقى، عشان انت عندك كل الناس او اغلبهم يومهم مشقلب، بالذات بتوع ثانويه عامه، يعني بيذاكر طول الليل ويقعد يشرب في قهوه ويسهر والكلام ده كله، فاحنا بنقول من خلالك دلوقتي ان المذاكره بتاعت بالليل دي غلط، لازم يكون زي ما انت قلتي بعد الفجر. طب انا اوضح لك اكتر، طالب ثانويه عامه بتخلي عقلك بطيء، تحس ان انت مش قادر تكمل، مش عارف انت شايف المعلومه بس مش قادر تركز، حفظتها بس مش عارف ترجعها تاني. هو سبحان ربنا مخلقنا العقل عشان نريحه، عشان نديله مساحة نقدر نوي يتنفس فيها، ونقدر نحفظ المعلومات في الذاكرة بعيدة تفضل قاعدة معانا. هي دي نقطة مهمة. الطالب ممكن يكون ما بيجروش نوم، بيتوتر، لا، حاول تظبط نومك وتظبط يومك، عشان انت بتبرمج عقلك على المعلومات دي. عشان كده في حاجة اسمها ايه بقى، sleep sandwich، ودي اللي بيستخدمها العلماء. عبارة عن ايه؟ يقولك study sleep study. اوكي، ستادي سليب ستادي. عشان كده يقول لك ايه، ذاكر ونام شويه، افصل بنوم وبعد كده قوم ذاكر. فدي تثبت عندك المعلومات وتخلي الذهن عندك ساندوتش، يعني عشان فينو يعني المذاكره في النص، سليب والمذاكره في النص. اوكي، عشان كده يعني لقوا الطلبه اللي بتستخدم، هقول لك بقى كمان طريقه البرومو ميديا اللي هي التوميتو، ما بينسوش خالص المعلومات. اللي هي عامله ازاي الطريقه دي؟ 25 دقيقة مذاكرة مع 5 دقايق بريك على 5 مرات. اوكي، 25 دقيقة مذاكرة، انت ذاكرتي خلاص، حفزتي العقل، مع 5 دقايق بريك على 5 مرات، فبالتالي المعلومات بتفضل على طول ابديت عندك. طب انا عايزة اقول لك بس ان احنا كمصريين يعني الخمس دقايق بريك مش هيبقوا 5 دقايق، فهل كده النظرية باظت مننا؟ باظت، يعني دي مشكلة تانية. انت كطالب دلوقتي انا بدي لك حلول بسيطة، هتاخد 5 دقايق، 5 دقايق بتوعك دول، هقوم اعمل بقى كوبايه قهوه، يعمل كوبايه. على فكره ممكن في نظريه ثانيه، في نظريه ثانيه جميله جدا، 90 91، استخدمها. 90 دقيقه، 90 دقيقه تذاكر بس في ماده واحده. طب البريك بتاعها قد ايه بقى؟ 90 دقيقه حسب ما انت عايز. حلوه، هي دي اللي ماشي، دي اللي هنمشي عليها. احنا بندي كذا كذا حاجه والطالب يختار. خلي بال حضرتك، انا هقول بقى نصيحه عموما للطلبه، احنا ما بنذاكرش كلنا زي بعض، في طالب بصري وسمعي وحركي. انا بقول المعلومه وانت استخدم الحاجه اللي تنفع معاك، استخدم الحاجه اللي تليق عليك. وارد تكون انت طالب بتحب تتفرج على فيديوهات كتير، صح، هتركز اكتر. المهم انت تعرف كطالب، انا مش زي صاحبي، مش زي اختي. دي بقى نوجهها للامهات عشان يسيبوا اولادهم يذاكروا بالطريقه اللي تريحهم. ولا ده اولياء الامور ليهم ليهم قصه ثانيه، ليهم قصه ثانيه. ان احنا الطالب نسبه كبيره قوي من تحفيزه من الاهل. طب لا، انا مش عايزه اروح لموضوع الاهل دلوقتي قبل ما نحل مشكله النسيان. احنا خلاص وصلنا للطرق والنظريات، بس انا عملت كل اللي انت قلتي عليه ودخلت الامتحان دلوقتي، اتحطيت قدام ورقه الامتحان، هوب نسيت. اعمل في حاجه اسمها نسيان المؤقت. ايه بقى الحل لو انا قدام الورقه دلوقتي وناسيه؟ ايه الحاجات اللي اعملها تفكرني؟ حلو، طب خليني اقول لك على شويه حاجات برضو، معلش، ياكلها ويشربها. لا ده انا عايزاكي تقولي لي، معلش، ايه، انا تساعده جاي عشان تقولي لي تساعده على الذاكره. ودي برضو احدث حاجات ودراسات اتقدمت للطلبه، اكل وشرب. حلو، الكركم. الكركم لا بس دي مش اجابه سؤالي، هنجيب له كركم منين؟ ما انا هقعد قدام الورقه دلوقتي. لا لا لا، انا بتكلم قبل الامتحان خالص. قصدك دي مش هتخليه اصلا ينسى. ايوه، انا بقول لك الحاجات اللي مش هتوصله، انا اسفه اقول لك، المحطه النسيان في الورقه. يعني خلينا نعالج. طب لو حصل تحصل والله، لا بس ما ماشي، ما انا هحللك كله، هعقدهالك برضه. لا ولا يهمك عشان تبقي عارفه. ولا يهمك، ولا مش هنعقدها خالص، ان احنا جايين عشان نساعد الطلبه. فخليها قبليها الكركم، مهم جدا انه بيحفز، بيوصل الدم للمخ. اوكي، رائع. قرع العسل. بصي بقى، احنا مخنا عباره عن 60% دهون، بتاخديهم من ايه؟ من السلمون، من التونه، من السردين.
فطول ما انت بتاكلي الحاجات دي اوميجا 3 على طول ممكن ياخد فيتامين اوميجا 3. وليه ربنا خلق لنا حاجات؟ لا قصدي يعني لو في ناس ممكن تاخد، بس انا بحب دايما ربنا خلق لنا حاجات كويسه احنا ناخد منها صح. طيب عندك الدارك شوكليت، عندك التوت، الفراوله. هقول بقى حاجه صادمه شويه، على فكره فنجان قهوه في اليوم هيساعد، والشاي الاخضر هيساعد. الشاي الاخضر فيه كافيين برضو عالي. كل ده بيحفزه، بصي اللي بيزيد على حده قوي بينقلب لضده، اي حاجه بتزيد عن حدها بتتقلب لضده. طيب خليني اقول للطالب كده، انت ممكن تعمل حاجه اسمها كي وورد. يعني ايه كي وورد؟ الكي وورد دي هي دي بس اللي انت قبل ما تخش اللجنه هتبص عليها. قولي لنا بقى الكي وورد ده، انت في كل درس هتطلع كلمه تفكرك بالدرس. المراجعه قبل الامتحان فعلا من الحاجات السيئه جدا اللي ممكن اي حد يعملها، صحيح؟ انا بقول للطالب وانت داخل ما تاخدش معاك حاجه، انت الكلام ده بتراجع في بيتك. اللي ذاكر ذاكر بقى خلاص، ومالكش دعوه باصحابك، ماشي دعوه تذاكر ايه ما ذاكرش ايه. انا ضد المذاكره الجماعيه، او بلاش كلمه اللي ذاكر ذاكر دي لانها بتوتر اكتر اصلا. فيمكن والله يخش ربنا يوفقه على فكره. بصي الثانويه العامه دي، الثانويه العامه دي سبحان الله بتبقى برضه نصيب فيها كتير نصيب. هو بيذاكر وبيجتهد ربنا بيديله ان شاء الله على قد مجهوده. طيب انا دلوقتي عملت الكي وورد بتاعتي، نمت كويس، داخل اللجنه وباكد على طالب ثانويه العامه خلي معاك ازازه ميه. ازازه الميه كل ما بتشرب بتساعدك على تفتكر معلوماتك بنسبه 10%. اشرب ميه طول ما انت قاعد على قد ما تقدر تحفز العقل بتاعك. طيب في حاجه اسمها نسيان مؤقت، وارد على فكره. وانا بتكلم مع حضرتك انا محضره معلومات كثير جدا ممكن انسى. ده انا على طول. طيب ده شيء اساسي. فانا عشان كده بقول لك بقى قدام الورقه لو نسي حاجه حلو ايه الحل؟ ابتدي بالسهل. ما ابتديش بالحاجه اللي مضايقاني. ابتدي الاول اسمي كده ربنا كده، اقول بسم الله، وابتدي ان انا ايه ما اوترش نفسي، ما اسمحش لنفسي لحد جنبي يضايقني. انت خلصت ولا لا؟ طب انت عملت ايه؟ افصل، اعمل لنفسك مكان. انا قاعد دلوقتي ابتدي بالسهل وبعد كده بالصعب، بعكس المذاكره. المذاكره هتبتدي بالصعب. يعني لما تيجي تذاكري ابتدي بالصعب ودماغك لسه ما شاء الله فيها بالظبط كده. تمام. فانت تعملي في الخريطه الذهنيه برضو بنقول عليها من زمان جدا، برضو ممكن تذاكري بيها. مجرد ما انت ذاكرت وعملت اللي عليك كطالب وعملتي اللي عليكي كطالبه، تاكدي ربنا هيبقى معاكي. تاكدي تخشي هتنسي شويه هتلاقي نفسك لا على طول ابديت. قبل ما تنزل رايح الامتحان بنصحك بتاخد شاور ميه ساقعه، تحفز عندك الجسم وتصحصح نفسك تاكل. ما تقوليش انا مش قادر اكل، مش قادر احط حاجه في بقي، لا حط اي حاجه في بقك. كل صلي الاول، اول ما تقوم تصلي وتقول اذكارك وتقول يعني تعمل اللي عليك، وتاخد بقى وتشرب وتاكل وتتكل على الله. ماليش دعوه بقى باصحابي اللي هي بنقول عليهم المشتتات او السلبيين اللي هم هيوتروك. نفسي اقول قبل أي طلاب ثانويه عامه حاجه، دايما في طلاب كده معينين هو مصدر سلبيه بس. انت ذاكرت ولا؟ على فكره ما فتحتش كلمه والله. هو مش بس للطلاب، في الحياه العامه الناس اللي بتصدر طاقه سلبيه للناس طول الوقت هم اوريدي بيوتروكي بدون سبب. لازم هتلاقيهم. نتجنب طبعًا هذا الموضوع. عشان بيقول لك في حاجه اسمها المشتتات. ايه هي المشتتات دي؟ انت عارفه ان انت ممكن كطالب تشتت نفسك. يعني ايه اشتت نفسي كطالب؟ فتحت اربع مواد قدامي، اخد من دي ماده ومن دي حته اصلا عايز اذاكر. فانت شتتت نفسك بايدك. طب اقول لك على سر وتركايه كده دلوقتي، لو انت عملتها يعني بنسبه 80% مش هتنسى المذاكره. اعمل لنفسك فيديو بتشرح فيه لنفسك، فانت حفزت نفسك وشغلت كذا حاجه، عقلك عينيك. دي فكره الكلام جديده. ودي حاجه ابديت للولاد الجديده عشان هم سوشيال ميديا اكتر، واخدين اكتر على الحاجات البصريه. معظم الحاجات اللي هتقعد تشرحها لنفسك او لاصحابك انت فاكرها. بس انا عايزه اقول لك على حاجه، بما انك ذكرت يعني الموضوع ده، انا كنت بشوف فيديوهات كتيره على السوشيال ميديا بتاعه مدرسين بقى بيغنوا وبيطبلوا والحاجات دي. فالحقيقه شويه انا بستاء من نوعيه الفيديوهات دي، بحس اللي هو لا يا جماعه يعني التعليم مش كده، وما تدخلوش المعلومه في مخ الطالب كده، دخلوها بوقرها كده بتقلها زي ما بيقولوا. فهل انت مع الموضوع ده وهي طريقه ما ينساش بيها ولا ضد؟ طب بصي انا مع حاجه تانية خالص، حاجه اسمها برمجه العقل. برمجه، بقول للطالب الحاجه اللي تفكرك بالماده اعملها حتى لو غنى.
انا مش هتجزي الموقف ده. انا ماليش دعوه. بصي هقول لك على حاجه، اصل الجيل اللي طالع ده جيل مختلف جيب. لو فضلتي تعامليهم، معلش انا اسفه، بالمدارس القديمه مش هيسمعوكي جدا. انا ابني برضو بحس ان مش هيسمعوكي خالص. وعلى فكره تماما هتقعدي تكلمي هنا لبكره، هو بيهز في راسه بس، وهتلاقيه في الاخر بيعمل اللي هو عايزه. فبالتالي انا مع الطالب في ان انت لقيت الطريقه دي مناسبه ليك، بتفكرك، بتساعدك على المذاكره، ما بتحسش بلود عليك، جو اون. ايه المشكله؟ ايه المانع؟ بصي بدل حاجه مش حرام ومش غلط اعملها. بدل حاجه مش حرام، انت حر طالما لا تضر. خلي بالك أوكي. احنا في مجتمع دلوقتي الى حد ما اتشقلبت المقاييس فيه. لا مش الى حد ما. فانا بحاول اقول للطالب ايه، اول حاجه يا ابني تتقي ربنا، دي اساسي، هو ربنا اللي هيكرمك. انت هتخش وهتنجح بكرم ربنا ليك. بتعاملك مع ربنا هو اللي هيصل لك كل الامور. فهتدعي اول ما هتخش وهتحط في دماغك ان اهلك وراك، انت بالنسبه لهم امل وبالنسبه لهم حاجه كبيره، وتعبوا عليك طول حياتهم عشان يشوفوا في الاخر نتيجه التعب ده ايه. من حقهم يفرحوا، ومن حقك انت كمان تفرح، ومن حقك انت كمان تتبسط كطالب. ما تضيعوش الوقت، قدامكم وقت قليل، انت حاجة بتتكلمي في 14 15 يوم. اجتهد، انت شاطر، انت قدها، ما تسمحش لاي تشتيت خالص. ايه التشتيت اللي ممكن يجي لك؟ موبايلك، كمبيوتر، بلاي ستيشن، تعال نأجر كوره وننزل نلعب، مع ان انا مع الرياضه جدا. بس مش وقت، والاجازه جايه، وخد وقتك دلوقتي، العب رياضه واعمل تمرينات العقل واعمل الحركات دي عشان تحفز عقلك، كل حاجه اعملها. ولكن هتتعب دلوقتي، تخيل كده معايا وغمض كده يوم النتيجه وانت بتشوف احلى نتيجه ان شاء الله ربنا يكرمك بيها. طب دكتور ايمان، احنا عايزين نعالج مشكلة تانية مهمة جدا. الطالب اللي يصحى الصبح يوم الامتحان بطنه وجعاه، مصدع جدا، ايديه بتترعش، ايديه بتعرق، ايديه ساقعة، مش عارف يمسك القلم، حالة من مذاكر وزي الفل ومجتهد، ويعني بصي مفيش منه اتنين، بس حالة التوتر بتأخره، بتوقع منه درجات، الكلام ده كله. ازاي الطالب يسيطر على التوتر ده يوم الامتحان؟ مش عايزة قبل، انا عايزة يوم الامتحان، لان في ناس بتبقى قبل ايه كده كده معاه وقت، سيطر ما سيطرش هيذاكر، انما يوم الامتحان دي فعلا ممكن تخسره كتير قوي. فازاي يقدر يسيطر على نفسيته واعصابه ساعه الامتحان بحيث ان هو ما يتوترش؟ يعمل ايه؟ طيب ما تيجي اقول لك ليه الطالب ممكن يعمل كده. ايه السبب؟ عشان الاهل برضو تستفيد، ان هم بيقولين السبب الاساسي في كده. طول ما انا بربي ابني وهو صغير، اوعى تغلط، اوعى تعمل، خلي بالك انا شايفاك، خلي بص انت غلطت ازاي، ويتضرب ويبقى على طول خايف، ما عندوش استعداد للغلط او للخساره، فيبتدي الطالب عنده حته عدم ثقه بنفسه، فدايما حاسس انه هيغلط. طالب ثانويه عامه، انت 16 17 سنه كبرت وبقيت راجل وبقيتي انسه كبيره، اعملي تدريبات التنفس والاسترخاء. نصيحتي ليكي، وحاولي على قد ما تقدري الفكره اللي تجيلك قولي عكسها. يعني ايه الفكره اللي تجيلي قولي عكسها؟ الامتحان هيبقى صعب، لا هيبقى سهل. انا بعمل كده على فكره. بس انت كده ممكن تنصحيهم يلعبوا يوجا بقى، يعني عارفه لما تلاقي نفسك هتعيطي حاولي تضحكي الكلام ده، تنفسي. قبل الامتحان حاول تعمل لنفسك صور لذاكره حلوه. ذاكرتك لما المدرس ده كرمك، لا انا ذاكره مخلص، انا شاطر، انا الطالب. معظم مشاكلنا ايه؟ كلامنا مع ذاتنا على فكره، بتبقاش موجوده. اللاواعي عندنا بيدمر، فبيحصل رد، ممكنش في حاجه خالص. لكن الطالب، اشرب ميه، اشرب حاجه تهديك، اشرب، حط في دماغك حاجه واحده، لا انت شاطر. ايه اللي هيحصل يعني؟ دخلت الامتحان، يعني يقعد تخيل اسوأ حوار ممكن يحصل انك هتحله. احنا عايزين يعني من موقعنا ده نقول لكل طلاب الثانويه العامه، والله ما هيحصل حاجه، صدقوني كلنا عدينا بالمرحله دي. الاهل واكذوبه والله، يعني الاهل كده كده الموضوع ربنا كاتب لنا ان شاء الله، كل واحد هيروح فينا. اعمل اللي عليك والباقي على ربنا. بصي انا عايزه رساله بجد لكل الاهالي، ودي رساله يعني انا بوجه لهم رساله، اقول لهم انتوا الدعم بعد ربنا لاولادكم. الكلمه الكويسه، بلاش المشاكل الاسريه. ده انا صرفت عليك دروس بدم قلبي. عارف لو ما عملتش انا اشوف انت مش فالح، ما انت كل الكلام ده صدقوني ما بيجيبش نتيجه غير نتيجه سلبيه. احنا عايزين نقول من خلالك يا دكتور ايمان ان احنا نطبطب
ونهدي ونكون واقفين جنبهم ونحفزهم عشان نقول كلام كويس وبلاش مقارنه بين الاخوات. ودايما نحاول نقول لهم حاجه واحده، ان ربنا يديك على قد مجهودهم ومهما عملتوا احنا في ظهركم وده دعم وسند ليك. ودي احلى كلمه اختم بيها فقرتي معاكي النهارده. نورتيني دكتور ايمان الريس، مستشار تربوي وتعليمي واخصائي نفسي وصعوبات تعلم، نورتينا النهارده. نتمنى طبعا لكل طلاب الثانويه العامه النجاح والتوفيق باذن الله. دي كانت نهايه حلقتنا النهارده، استنوني بكره في حلقه جديده من صباح الورد.